أنت هنا تصطدم بالذين شرعنوا أو أسسوا الاختلالات في العدالة الاجتماعية وفي المنظومات الأخرى. الآن هذه القوى هل آن الأوان لمجابهتها بموجب القانون وبموجب القضاء ومكافحة فسادها الذي أسكم الأنوف؟ يعني إذا رجعنا إلى خطبة المرجعية الرشيدة قبل الجمعة الماضية، يعني كانت تحميل المسؤولية الكبرى على البرلمان العراقي ثم القضاء العراقي ثم الحكومة العراقية، هذا التدرج المنطقي. يعني مثلا أستاذ نجم، حينما ترسل الحكومة العراقية قانونا انتخابيا منصفا، والآن سيعاد هذا القانون إلى البرلمان، يذهب هذا القانون ثم يصوت البرلمان على قانون آخر هو 1.9 واحد سحب العشرة مان سانت ليغو. هذا هو أس النظام الديمقراطي في العراق. إذا كان مختل قطعا تنتج طبقة سياسية يعني على الأقل غير مؤهلة. نعم. بشكل عام يعني ما نقول أكو ناس كثير منهم مؤهلين، لكن قانون أن يصعد إلى البرلمان أو يصعد إلى مجالس المحافظات 400 صوت أو 900 صوت أو 3000 صوت، هذا لا يشكل يعني أثرا ديمقراطيا حقيقيا، والديمقراطية أساس التنمية. الحكومة قدمت قانون انتخابيا منصفا، ليس مثاليا لكننا نقول منصف، لكن البرلمان العراقي صوت على قانون آخر.